الماء. لم يكن من الصعب علي حين وقفت بهذا المكان لأول مرة أن أجلو سحره. البوسفور واد من الماء يعيش الناس على ضفافه منذ الألف الخامس قبل الميلاد في ربوع التاريخ والأسطورة والفاتح. ظللت في هذا الصباح أتساءل عن مدخل المدن، من أين تبدأ المدينة؟ حين تتنفس في الصباح؟ أم حين تفرغ عمارتها من رواية قصة باقية للإنسان والإيمان وما نعرفه باسم التاريخ؟ بيزانتيوم، كونستانتينوبولس، القسطنطينية، كونستانتينوبل، الأستانة، إسطنبول. أسماء مختلفة أعطاها التاريخ لمدينة واحدة. وبعد أن مررت هنا أدركت أن إسطنبول مدينة تقع بين عالمين، فوق تلالها السبعة التي تعلو فوق تلال روما المقدسة نفسها، يعيش التاريخ في الناس ويعيش الناس في التاريخ. 10,000 عام من التاريخ. السفن تأوي إلى حضن البيوت، العبارات تتنقل بين شطري المدينة، ويتذكر المرء أبواب المدينة المفتوحة وكيف صارت إسطنبول مدينة تربط القرون. لأكثر من 7 قرون ظلت القسطنطينية مدينة مغلقة أمام العرب وأمام الترك، إلى ما قبل الفتح في عام 1453 حين سد البيزنطيون مدخل الخليج الذهبي بهذه السلاسل الثقال لتمنع دخول سفن العثمانيين إلى المدينة. ولكن الله قيض للأتراك قائدا شابا مؤمنا اسمه محمد الفاتح، وفي حركة غير مسبوقة في التاريخ العسكري أمر محمد الفاتح برفع السفن فوق أحد التلال لكي يفاجأ بها البيزنطيون في فجر اليوم التالي راسية فوق أمواه الخليج الذهبي. وبنفس المقدار من العزيمة التاريخية انهارت قذائف مدفعية الترك لتدك أسوار المدينة التي هلكت أمام أحجارها الألوف المؤلفة من الجند عبر القرون، وصارت القسطنطينية مدينة مفتوحة. في هذه القلعة، قلعة الروميلي بالقرب من المدينة المحاصرة، كان السلطان يردد لمعلمه آق شمس الدين صباح مساء أنه لن يدع مكانا يستطيع أن ينشر فيه كلمة الله إلا وغزاه أو فليهلك دونه. الله الله، جليل جبار، مهيب ستار، خالق الليل والنهار، لا يفر Yüceler nedir Allah hanım birliğine? Resul Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet-i Mahmud Muhammed Mustafa. Âl-i Egad Resul Müştefa-i İmdat-ı Ruhani. Bir cümle âlem-i İslam'ın sıhhat-i selametine, aziz cumhuriyetimizin beka temadisine, ordularımızın devamı muzafferiyetine. Üçler, yediler, kırklar, köşekler düğüne devrana. Huuu diye. Eli kan, kılıcı kan, ziyneti üreyen ciğeri tüyen. Meydan şehadette Allah yolunda devam. Kahrımız gazabımız düşmana ziyan, adülden korkmadı, korkma hiçbir zaman. Nasrım minallahi fethun. Ceddin deden, has dur, ya Allah. We'll be right back.
آيا صوفيا. قبل 14 قرنا كتب المؤرخ بروكوبيوس يقول: في ارتفاعها تلامس السماوات وتعلو فوق العمائر المحيطة كسفينة هائلة ترسو في محيط من القوارب الصغيرة. حين دخلها الفاتح وجدها كتلة عظيمة بنيت فوق فراغ هائل. وتجول الفاتح داخل الكنيسة التي بناها الإمبراطور جوستينيان الأكبر في القرن السادس الميلادي. يشعر الإنسان بالضآلة داخل هذا المعبد العظيم كذرة في الزمان. وبعد أن أتم الفاتح جولته قال: بسم الله نحولها إلى جامع، وصلى الجمعة فيها. في الليالي المقمرة على ضفاف البوسفور كان السلطان الشاب ذو 21 عاما يحلم بأنه إن فتح الله عليه القسطنطينية لا يعثرن على مثوى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، فقد كان حامل بيرق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أيام من الفتح أخبره معلمه آق شمس الدين أنه رأى فيما يرى النائم رؤية تدله على موقع المرقد الأخير لأبي أيوب. وفي الصباح عندما ذهب إلى هناك وجد قبر الأنصاري، فأمر السلطان ببناء ضريح ومسجد اكتمل بناؤه في عام 1458 وتحول إلى بقعة مكرمة من بقاع المدينة العتيقة. وقد ذكر ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة أن أبا أيوب الأنصاري قد شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا نزل عليه وأقام عنده حتى بنى حجره ومسجده وانتقل إليها. وعندما زرت مسجد أبي أيوب الأنصاري وجدته ملتقا لمناسبات اجتماعية متعددة كاحتفالات الختان مثلا، أو الأفراح، أو حتى في أوقات الحزن. Yemeğimi alalım.